والنهارده الحقيقه خبر جيد لمحمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه النهارده بيوقع عقود تجديد تعاقده او تجديد عقوده مع النادي الاهلي. اعلن الكابتن خالد بيبو مدير الكوره في النادي الاهلي عن تجديد قفشه لمده 3 سنوات قادمه، بالاضافه تمام هو كمان ليه سنه، فمجدي قفشه متواجد لمده 4 مواسم مع النادي الاهلي. الكابتن خالد بيبو قال ان يمكن مجدي قفشه وقع على بياض، ويمكن لما اتكلموا معاه في المقام المادي قال لهم انتوا تقدروا، يعني طرق التقدير المادي الحقيقه للنادي الاهلي، وبالتاكيد النادي الاهلي بيقدر كل ابنائه اللي كان ليهم مشاركات كثيره جدا. والحقيقه محمد مجدي قفشه من اللعيبه المميزين جدا، فترات من التالق فترات من الاخفاق شويه، ولكن يعود بقوه في نهايه الموسم اللي فات. محمد مجدي قفشه من اللعيبه المميزه، ليه طابع خاص، ولما بيكون بلغه الكوره كده فايق الحقيقه هو اللي بيعمل الفارق، وبيكون ليه بصمات واضحه جدا جدا في الملعب. محمد مجدي قفشه بيمضي 3 سنوات مع النادي الاهلي، وما بين قوسين كده هو ترك الحقيقه الكلام عن الماديات لاداره النادي الاهلي، وقال لهم ما تروه مناسب حطوه في العقد، وانا يعني شاري النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو اللي عمل اسم الحقيقه محمد مجدي قفشه.